ما بتعملش عليك ليه حماده؟ احسن مخرج في مصر النهارده. يا ريت نوصل لنص نجاح حسن سبان. استاذ عادل امام ده استاذ عادل امام، احنا بنتعلم منه كلنا. شفتي لي ادم، شفتي لي مع سبق الاصرار، شفتي لي حكايه حياه، شفتي نسل الاغراب، شفتي والد الغلابه. انا سعيد جدا بهذا التكريم والحفاوه اللي احنا بنتقابل بيها واللقاءات الجميله اللي بتحصل على مستوى الشاشات كلها. لا، شيء جميل جدا واحساس جميل وحاجه جديده يمكن بمارسها من اول لاول مره من 45 سنه. ان دي شخصيه مش بتاعتي، مش انا، يعني انت طارق النهري خالص، فكانت عايزه تحدي وعايزه اصرار وعايزه دراسه وكده يعني. فالحمد لله. شفت ردود الافعال ازاي على دورك؟ وكانت في ناس معاك وفي ناس ضدك. انا مش مصدق ردود الافعال، ومش مصدق اللي بيجي لي من الدول العربيه، ومش مصدق ان امريكا من نيويورك المركز الثقافي الامريكي يبعت لي تكريم، شهاده تكريم. لا حاجه، الحمد لله. ايه الكومنت الغريب اللي جالك عن الدور؟ ما بتربيش عيالك ليه يا جعفر؟ ما بتربيش عيالك ليه يا حماده؟ هو انا معايا يا اولاد الذين. الله يبارك في حضرتك يا فندم، اهلا وسهلا. انت بصي عشان بس الناس كتير قالوا له طارق معاك. الراجل ده احسن مخرج في مصر النهارده، نمره واحد، ذكاء وقدره وايمانا بالورق اللي هو بيعمله، وما بيحطش حد الا في مكانه الصح، لانه هو راجل صح وعنده هنا قلب اقسم بالله ما موجود عند حد في مصر. هنشوف. ده استاذي واستاذ طارق، يعني راجل لسانه جميل وفنان مهم، وانا ليا شرف على الكلام الحلو اللي هو بيقوله. شوفوا في نعمه الافوكاتو معاك 2023. هو بيعمل دور محامي مهم. طب انت مستعين بدور نعمه الافوكاتو زي حسن سبانخ؟ يا ريت نوصل لنص نجاح حسن سبانخ، يا ريت نوصل لنص نجاح اي حاجه. كمل. يا ريت نوصل لنص نجاح استاذ عادل امام ده استاذ عادل امام، احنا بنتعلم منه كلنا وبنتشرف ان احنا جنسيتنا على جنسيه استاذ عادل امام. النهارده تكريمك عن جعفر العمده، كلمني النهارده عن النجاح وتكريم جعفر. الحمد لله، يعني ما فيش اكرم ولا اعظم من ان جمهور يصوت لك او جمهور يديك صوته عشان تنجحي او عشان تتكرمي، فيعني دي افضل حاجه ممكن يلاقيها فنان. ايه السر اللي ما بينك وما بين محمد رمضان؟ اي عمل بتعملوه مع بعض بتنجحوا بره؟ كل واحد فيكم لما بيعمل عمل بعيد عن التاني؟ لا، السر اللي بينا يعني ايه يا فندم؟ لا مش فاهم حضرتك. شفتي لي اعمال ايه تاني غير جعفر العمده؟ حضرتك شفتي لي ادم، شفتي لي مع سبق الاصرار، شفتي لي حكايه حياه، شفتي نسل الاغراب، شفتي والد الغلابه، شفتي. ايوه بننجح مع بعض، بس ما فيش حاجه اسمها ما بننجحش ما بنعملش. ميرسي ميرسي لذوق حضرتك.